أعطينا فكرة على الطيارة قديش فيها من تونسي، كيفاش صار التنسيق باش وصلوا تونس اليوم نجحوا على غزة هذه. لكن لو فيك باش تم إجلائهم. هما 57 مواطن تونسيين ومعهم عائلاتهم، دونك تم إجلائهم. توا عندنا مدة واحنا نحضروا من في عملية الإجلاء، يعني عملية معقدة، دونك تعليمات من السيد رئيس الجمهورية تجندت معنا جميع الهياكل التونسية المختصة بمتابعة حديثة من سيد وزير الخارجية وبتنسيق متواصل كامل مع الهياكل التونسية والوزارات المختصة، وزارة النقل وزارة الشؤون الاجتماعية ومع الهلال الأحمر وديما التونسيين بالخارج. والعملية يعني ما كانتش سهلة، تعرف يعني إجلائهم من غزة ومش في فترة هدنة، يعني في فترة بتاع قصف، فالعملية كانت صعبة جدا ومعقدة. وبالمناسبة نحب نشكر وزارة الخارجية المصرية اللي زادة عاونتنا برشا في عملية الإجلاء، وخاصة نحب نشكر سفارتنا في القاهرة وسفارتنا في رام الله اللي هما لعبوا دور كبير في خاصة تجميع التونسيين في غزة في فترة بتاع قصف عملية مسهلة، ثم انهم يوصلوا معناها حتى المعبر رفح، وتعرفوا المخاطر اللي موجودة والقصف المتواصل اللي ما يستثني معناها حتى مكان، تعرفوا عدوى مباشر ما يستثني حتى وضعيتهم الصحية. فكرة عن وضعيتهم الصحية وضعيتهم الصحية يعني فيهم مصابين؟ لا ما فيهمش مصابين، فما ثلاثة حالات يعني من التعبين شوية، وتعرف هما عندهم أمراض تم التكفل بهم يعني من طرف الهلال الأحمر التونسي وفرق الإسناد البسيكولوجي، وهذوما يعني باش يتم تقديم لهم الإسعافات الصحية اللازمة، ولكن حالتهم معناها لا تثير أي قلق، موجودين هما حاليا. فما رحلات إجلاء أخرى تكون؟ والله شوف، هي عمليات الإجلاء احنا تقريبا في غزة عندنا تقريبا 250 مواطن موجودين في غزة. طبعا الوزارة والدولة التونسية باش تكون مجندة وجاهزة كل مرة معنا نتلقاو طلبات معنا لإجلاء مواطنينا، هذا واجب الدولة انه يلزمنا كيما عملنا في عملية نتاع الإجلاء هذه نقوموا بجميع المجهودات اللي معناها يطلبها الوضع باش نقوموا باجلاء مواطنينا. هذايا واجبنا معناها تجاههم، واحنا مطالبين معناها بتقديم المساعده لهم وبحمايتهم، وبالتالي معناها احنا معناها دائما باش نكونوا جاهزين لاي عمليات اجلاء لاحقه ان شاء الله. واضح، شكرا لك.